تقدمت ليه للمرة الثانية للآتي. كل واحد عنده برنامج، هقول لكم ملامح البرنامج. دكتور محمد مرسي كان عنده برنامج مفيش حاجة اتطبقت منه، مش مشكلة البرنامج. كل واحد عنده برنامج، أنا عندي برنامج 300 صفحة بس مش مشكلة البرنامج. هقول لكم ملامحه دلوقتي والمشاكل اللي أنا عارفها وعايشها بصفتي واحد من وسط الناس بجد، يعني واحد من الناس بجد، مش واحد من الناس أونطة يعني. البرامج كتيرة لكن تنفيذ هذه البرامج، أنا نازل انتخابات، ملامح برنامجي بسرعة كده. أن تكون مصر قوية قادرة على استعادة عافيتها وهيبتها كدولة ومكانتها في العالم، ده نمرة واحد. مصر في الفترة الأخيرة العشر سنين اللي فاتوا، مش تلات سنين بس، فقدت هذه المكانة وسط الدول العربية والإفريقية وفي وسط العالم. فرقم واحد هي أن تستعيد مصر هذه المكانة التي فقدتها، وللأسف فقدتها لظروف خارجية منها بعض الذين يريدون الهيمنة على هذه البلد العظيمة زي أمريكا مثلا، وكل شوية ويليام هيج بيتكلم وكيري جاي مصر. وللأسف الشديد بعض المسؤولين المصريين يستمعون لنصائح هذه الدولة وكأنها أصبحت شريك استراتيجي، وكل ما بتتكلم بتهدد مصر بوقف الدعم عنها. وقف الدعم يا جماعة معناه إلغاء كامب ديفيد، لأن الدعم الأمريكي سواء لمصر أو للدولة الصهيونية إسرائيل أو للأردن مرتبط باتفاقية كامب ديفيد، ده ملحق من ملاحق اتفاقية كامب ديفيد. يوم ما تفكر أمريكا أنها تلغي هذا الدعم، ده معناها أن اتفاقية كامب ديفيد أصبحت في سلة المهملات. وهنتكلم دلوقتي عن كامب ديفيد ورأيي فيها، ده رقم واحد. رقم اتنين، عايزين مصر المتقدمة اللي بتحترم المواطن، تحترم كرامته، تحافظ على صحته، يلاقي تعليم مناسب مجانا لغير القادر، يلاقي سرير في مستشفى حكومي، يلاقي الدواء مش زي ما بيحصل دلوقتي الأطباء والصيادلة يقفلوا المستشفيات الحكومية في وجه الفقراء وليس في وجه الأغنياء، والصيادلة يقفلوا الصيدليات في وجه الفقراء وليس الأغنياء، لأن الغني. وعندنا أمثلة كتيرة، محمود سعد لما راح لندن يتعالج للأسف الشديد، وفي ناس هنا بتاكل من صفيحة الزبالة. وبقول لمجلس ممكن يكون الأطباء عندهم مطالب مشروعة، والصيادلة مطالب مشروعة، والمعلمين مطالب مشروعة، وشارع عقاري، لكن في الظروف اللي مصر فيها حالة انهيار اقتصادي بسبب الحالة الأمنية اللي احنا سبب فيها المتردية وتوقف السياحة والاستثمارات وغلق المصانع والأحكام التي للأسف تصدر من حين لآخر بناء على طلب أشخاص لا علاقة لهم بتعاقدات، بمعنى إن واحد بيجي ماشي في الشارع يقول لك الشركة الفلانية المتعاقدة المستثمر ده من 10 سنة من 20 سنة، أنا عايز ألغي العقد بتاعها. للأسف بياخد مجموعة من الأنصار يخش المحكمة ويهتفوا، المحكمة تلغي هذا التعاقد. المستثمر الأجنبي أو العربي أو المصري في الخارج اللي بيعمله إنه بيروح تحكيم دولي، مصر بتحكم عليها بملايين الجنيهات أو ملايين الدولارات عقوبة لها على فسخ تعاقدها، وفي نفس الوقت أنت بتهز اقتصاد بلدك واستثمار بلدك ومحدش بيجي. وعشان كده يمكن أول حاجة لازم تتعمل قانون، لا يجوز أن تطعن على عقد من العقود إلا إذا كنت طرف في العقد. العملية مش رخامة، واحد كام عادي في الشارع يقول لك انا عايز افسخ عقد كذا، افسخ عقد شركة كذا. وللأسف العقود دي لما بتتفسخ يا ريت بدي المصانع للعمال، لكن اللي بيحصل بالظبط ان المصنع بيقفل والمكان بيبوظ، وادي مكان من الاماكن اللي انا ممكن اشغل فيها ابني وابنك توقف، مكان ممكن يجيب لي دخل قوم من انه بيصدر توقف. للأسف الدولة بتتفرف. فانا نمرة واحد بقوله الاضرابات والاعتصامات كلامي واضح، يمكن الناس معظم اللي هيرشحوا بيطبطبوا ويدلعوا ويبوسوا ويحضنوا، وواحد كان ضد كامب ديفيد يقول لك لا انا معلش كامب ديفيد انا معاه، لا انا ما بغيرش كلامي. وقف المظاهرات والاعتصامات والاضرابات لمده عام كامل،
لغايه ما البلد تقوم على حيلها تقف، لازم مصر تقف تاني تستعيد قوتها وعافيتها. انما النهارده واحد متخانق مع مراته يروح اهله او اهلها يروح قاطعين السكه الحديد، القطر يتقطع ويروح يتحايلوا عليه والنبي خلي القطر يعدي، ده كلام غير مسموح به في دوله محترمه فيها قانون فيها ليها هيبه. لكن كل ده للاسف الشديد اللي احنا عايشين فيه دون في الوقت اللي احنا فيه، بقالنا دلوقتي سنوات عديده حاله من الفوضى في البلد. وانتوا شفتوا امبارح اللي حصل واول امبارح في اسوان، انا مندهش. سيد رئيس الوزراء له كل احترام والتقدير مني، سيد وزير الداخليه له احترام والتقدير، السيد وزير التنميه المحليه سافروا، وفوجئت بان الناس اللي بيموتوا بعض هم طالبين الشرطه تعاقب. ده انت اللي قتلت. انا لو في هذا المكان فورا حظر تجول، حكم عرفي في هذه البلد، شعب اسوان الطيب اللي اتبهدل 23 واحد ماتوا شفتوهم او عبيد زباله بيشيلوهم، الم السلاح في ساعه. مش اقول لا اصل الشرطه عايز اعاقبها، انت بتعاقب مين؟ ولو دخلت الشرطه في هذا الوقت واحد مات هيقول لك الشرطه. لكن الطبطبه والدلع اللي بيحصل دون وسافر واقول لهم عشان خاطري واصطلحوا، لا مش هنقف في مدينه الامن، لا مش هنقف في المحافظه. انا بقول من دلوقتي شعب اسوان الطيب وصل لمرحله ان في بعض من ابنائي يحملوا سلاح ضد بعضهم. ده الناس اللي ماتت في حرب 73 يا جماعه من جنودنا وظباطنا الشهداء مش قد العدد اللي مات في اسوان، مش قد العدد اللي بيموت في مصر من 25 لغايه النهارده. كل ده ليه؟ لان في كل ده ليه؟ لان مفيش قانون. عايز بلد تقوم وتنهض احترم القانون واحترم سياده القانون. مصر للاسف الشديد فيها ترسانه من القوانين ولكن لا تطبق. ليه؟ عشان اللي بيحكم ضعيف. يعني السيد عادل منصور هو مؤقت، لكن كان يجب عليه، ضباط بيموتوا، عساكر بيموتوا، مواطنين اسوان ما طلعش بين واحد، وكانه غير موجود، وكان حاله غيبوبه. حضرتك فين؟ انت رئيس لهذه البلد الى ان ينتخب رئيس اخر ويحلف اليمين الدستوريه ويسلموا البلد. انما سيادتك نايم خالص، وكل يوم شباب بيموت سواء من الشعب او من الشرطه او من الجيش، والبلد بقت كلها دم. عشان كده بقول انت عايز اي بلد قويه تحترم القانون. اتنين، انا عندي ارهاب. الارهاب واحد بيواجه، حضرتك هتطلع طبنجه هتضربني، انا هطلع لك طبنجه هضربك. حضرتك عندك فكر ارهابي ولسه لم ترتكب اي جريمه وبتفكر، ابحث بقى عن الفقر وابحث عن البطاله، لان الفقر والبطاله هما سبب الادمان وسبب الارهاب، ودي افه هنا للاسف الشديد في مصر. والبطاله ليه؟ لان حضرتك ابن فلان الفلاني هتتعين، بتتعمل مسابقات للتعيين، وللاسف الشديد اللي بيتم اختياره مالهمش علاقه بالمسابقه على جميع المستويات. ابن الدكتور لازم يبقى دكتور، ابن عميد الكليه لازم يبقى في المدرس في الكليه، ده اللي موجود للاسف. وعشان تبقى في دوله محترمه اقضي على المحسوبيه، لان ده جزء من الفساد. عشان تبقى في دوله محترمه كل بني ادم في البلد دي ياخد حقه في التعليم المجاني لو مش قادر، ياخد حقه في الصحه في مستشفى نظيفه في سرير نظيف، ياخد حقه في مسكن نظيف. مش ممكن يا جماعه الجهاز الاداري في البلد محتل نص البلد ومحتل مصر الجديده ومحتل البلد دي كلها، في وزارات في ادارات وفي ناس بتنام في عشش اللي بيقولوا عليهم العشوائيات اللي هم بيطلع منهم بقى، اذا كان بيطلع ارهاب او بيطلع ادمان، لانك انت اصلا انت ما اديتلوش الاهتمام. فالنهارده لما يكون عندي هذه الادارات الكبيره، يعني مجمع التحرير مش عارف مصر الجديده، كليه ايه في مصر الجديده، كليه عسكريه مش عارف فين، نوادي الجيش، نوادي الشرطه اللي موجوده في نص البلد وفي المدينه وطلعها بره وبيع الاماكن دي واستثمرها والفلوس اللي تيجي منها ابني مساكن للناس اللي نايمين في اوضه وصاله 10 و15 واحد بيناموا في اوضه وصاله في العشوائيات، اللي هم اللي عندهم لا كهرباء ولا ميه، شيء غير ادمي.
كل دي مشاكل بتواجهنا، بتواجه مصر. انت عندك من ضمن المشاكل اللي موجودة في البلد مشكلة المرور. مشكلة المرور دي اولا بنزين زيادة، تعطيل، بتقف بالثلاث ساعات عشان تروح مشوار في ربع ساعة. هو انا النهاردة عندي شارع احمد عرابي ده، انا راجل كان عندي مثلا اوضة وصالة وحمام سباحة انا وزوجتي، بقى عندي مثلا 10 عيال، اخلي حمام السباحة الجنينة اللي قد الشارع ده 3 4 مرات، دي مأوى لمين؟ ده مين محتلها؟ وهتلاقي ده في شارع العروبة وجامعة الدول العربية. الحدائق الكبيرة انا مش محتاج كل ده دلوقتي، انا محتاج الناس تمشي. كوبري 6 اكتوبر ده لما تيجي دولة من الدول الصديقة اللي انا بشكرها زي السعودية وزي الامارات وزي الكويت، بدل ما اخد قرض ولا اخد معونة انا اقول لها تعالي اتفضلي اعملي لي كوبري تاني في كوبري 6 اكتوبر، يبقى 6 اكتوبر ده رايح والجديد يبقى جاي. مشاكل صغيرة بتتحل بحلول صغيرة، انما للاسف الشديد فكر متوقف. مشكلة المرور خلاص هو كده، شارع احمد عرابي اتخلق كده، ولو شال شجرة ده قطع الشجرة. طب انت بتقطع الشجرة والناس الناس بتموت في العربيات، دي من المشاكل اللي بتواجهنا. عندك مشكلة المية بتاعت اثيوبيا، اللي طبعا احنا كلنا عارفين ما حدث في مشكلة اثيوبيا والتريقة اللي حصلت علينا لما قالك هنجيب طيارة ورق وفتحوا الميكروفونات. في اتفاقيات دولية يا جماعة بتحكمنا، في اتفاقية 29، اولا هارتز الراجل اليهودي الصهيوني ده كان طالب يدخل المية لسينا واثيوبيا رفضت واحنا رفضنا، علشان كان في فكرة لما جه كان الصهيوني يحتل فلسطين كان في فكرة ان هو ياخدوا جزء من سينا، اللي هي الفكرة اللي كانت عايزة تعمل الايام اللي فاتت دي.